فاحنا نرجع للاساس اللي هي طبعا ورق اخضر بالشكل هذا اللي نسوي فيه الحموسه، اضافه لها الثوم. الثوم راح نسوي له حمسه لحاله عشان نضيفه لها كطعم. عندنا شو اسمه عشان نسوي اللي هو مكعبات مرق الدجاج، وعندنا البهار الخاص، وعندنا اللي هي البصل الكشنه. الاضافات اللي يحبون طبعا يطعمونها وغير ذلك، عندنا ممكن نضيف لها الفلفل مثل ما نشوف قدامنا، الفلفل الحركه نكهه زي ما نقول سبايسي للطعم. نمسكها بالشكل هذا ونحطها هنا. هي باب الفرن ما هو كثير طبعا، مثل ما تشوفون حاجه بسيطه كذا، بس ان نخلي يعني مثلا على سبيل المثال والاعتبار انه يكون الورقه نصين مثل ما نشوف قدامنا بالشكل هذا. احط الحمسه اللي خاصه بالملوخيه، طبعا تقطيع مثل ما قلنا الشرايح، لاني انا ما ابي اطبخ طبخ، فتقطيع الشرايح كويس من ناحيه انه يكثر لي طعم الكشنه. نضيف الزيت، وين الزيت؟ هذا الزيت عندنا. طبعا انا افضل دائما في الطبخ استخدم اللي هي شحمه البطن، اذوبها على النار، اذوبها على النار بعدين اعبيها وابدا اخذ منها بشكل دائم، او هو من باب انه كالعاده انا اخلي الطاوه حاميه عشان على طول تسرع لي الحمسه. بصل الحين ندخل بتقطيعه المربعات، طبعا التقطيعة هذه عشان حمسة الثوم اللي راح نكه فيه. القدر الثاني اللي احنا حاطينه نحط شوية زيت كذا، تمام. الحين عندي هنا شفت اللون هذا اللي صار معي في البصل، الحين أبدأ أجيب اللي هي ملوخية. ملوخية مو أرميها رمي وأخلي الدنيا مع، لا كذا أنزل دفعة، تمام، انزل دفعه كذا، لان عندي ملوخيه كل ما خذت شوي ذبلت صارت الكميه اقل. شوف قدام الملوخيه شلون ذبلت. طبعا لا تستعجلون على سالفه الملح والبهار، لا تستعجلون عليه لانه يضاف مؤخرا، ما راح يعني ما عندي شيء من المسام المقلقه عشان يتغلغل فيه مثل اللحم ولا الدجاج ولا الامور هذه. نشوف الحين عندنا طبعا مثل ما قلنا ندخل ملوخية تدريجي، احنا نضيف كل شوي من الملوخية علشان احنا ما ضفناها مرة واحدة طبعا عشان تعرفون الشيء هذا، علشان انها كل شوي تذبل تقل كميتها، فانا اذا حطيت كل الاضافة ما راح اقدر احركها، راح يطلع كله برا او في شيء راح يستوي من تحت وشيء يظل ناشف من فوق، فانا احب تدريجي تدريج تدريج لين اخلص الكميه اللي عندي تقريبا داخل الصحن نفسه. ونشوف عندنا هني بعد، انا استنى يعني انا شو انتظر منها من القدر الثاني، انتظر منه انه خلاص تخف المويه يطلع اللون اللي ابدا اطبخ فيه. نشوف عندي هنا تشوفون الملوخيه شيء منها اللي هو تشوفون اللي هنا ذاب مره، وعندي شيء منها باقي اخضر. انا لازم الحين أن تصير ملوخية أغلبها عندي زي اللي شفناه هذا اللي هو ذاب المرة. طبعا هذا الثوم مثل ما تشوفون عندنا، طبعا بالأغلب الثوم في له عدة طرق، ولكن بالأغلب احنا نستمر على هذه الطريقة اللي هي نثبت مثل ما نشوف ونضغط. خلاص فتحت الثوم من النص اللي هو الهرس البسيطة، نقطع حاجة بسيطة، نحاول ننعم التقطيعة مثل ما تشوفون قدامنا بالشكل هذا. وانا داخل القدر ما راح اقصر فيه، اخليه زياده عشان انه يختفي الثوم مع الطبخ ومع البصل. بعد ما سويناها بالشكل ذا احط عليها
اللي هو مكعب واحد مرقة الدجاج، وأضيف لها اللي هي تبهيرتنا الخاصة. طبعا بهارنا الخاص أنا دائما أحب أحط فيه الفلفل الأسود يكون حب عشان النكهة. شوفوا الحين عندنا الحمسة، تشوفون شلون صارت، شوفوا عندنا الحمسة كيف، اللي هي حمسة ملوخية ورق، شوفوا كيف ما شاء الله تبارك الله. الحين احنا هنا قام الريحة ما شاء الله تبارك الله، نجيب موية مغلية نحط شوي ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. إضافة الملح بعد، الملح ما أضيفه هنا، لا أضيفه هنا، بسم الله، أضيفها بالمرقة نفسها عشان بالشكل بآخر شيء راح يطلع عندي. وأيضا عشان كمية المي زادت عندي حطيتها، أحط بهار. خلاص أنا أشوف أنها وصلت إلى مرحلة كويسة، أبدأ الحين أجيب لي، لأني ما أبي أصبها كلها مرة واحدة، لا أجيب لي ملعقة كذا وأبدأ بالشكل هذا، أو هي هذه خليها تظل فايرة أنزل كذا. شوفون كيف ما شاء الله، كل شوية أنزل كمية من المرقة وأبدأ أحرك. نشوف الحين الملوخية المحموسة كيف صارت عندنا، خلاص هي تقريبا كذا انتهت. طبعا هي بورقها ما شاء الله، والريحة بعد تتكلم مثل ما نشوف، بسم الله.